الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أنا عندي وسهلا، سؤال يا مسلم. اتفضلي. السؤال الأول، يجوز للمرأة صلاة العيد في البيت؟ في البيت؟ أيوة. ماشي، السؤال التاني. السؤال الثاني، كم تكبيرة في الركعة الأولى وكم تكبيرة في الركعة الثانية؟ كام تكبيرة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية؟ في أي سؤال تاني يا دعاء؟ لا شكرا. شكرا. صلاة العيد يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصليها في البيت؟ يعني هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء والحيض وذوات الخدور أن يشهدوا صلاة العيد ويأخذوا الأطفال معهم في صلاة العيد علشان يحسوا بالبهجة والفرحة والمتعة والسعادة والهناء والسرور. فإذا قدرنا نصلي في المسجد يبقى أفضل وأعظم، أو نصلي في الساحة إذا كانوا الناس جنبكم هيصلوا في الساحة يبقى أفضل وأحسن. مفيش بقى ومش قادرة وظروفي كده، تصليها في البيت إن شاء الله بإذن الله، وتصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة العيد سنة وبالتالي بنصليها كما تصلي طالما عارفه تصلي ازاي. ازاي بقى يا فضيله الشيخ بقى؟ يعني بالمناسبه نقول صلاه العيد بتتصلى ازاي؟ صلاه العيد بتصلى ازاي؟ بنخش تكبيره الاحرام الى تكبيره الدخول في الصلاه في الركعه الاولى، ثم نكبر سبعا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبع مرات، وبين كل تكبيره الاخرى قدر قراءه ايه، وبعدين بنقرا الفاتحه ثم السوره ثم يعني دي في البدايه خالص، سبع تكبيرات في البدايه بعد خالص تكبيره الاحرام، بعد تكبيره طول. الاحرام وبعد كده سبع تكبيرات الله اكبر وبعدين الفتح وبعدين والسوره الصغيره فتحه وعادي السجود والركوع عادي والركعه الثانيه الركعه الثانيه برضو نكبر تكبيره الرفع من السجود ثم خمس تكبيرات بعدها ان شاء الله بين كل تكبيره وتكبيره قدر قراءه ايه ان شاء الله، ثم نقرأ الفاتحة والسورة كل تكبيرة أيه. وتكبيرة قراءة آية؟ قدر قراءة آية، يعني مسافة، مش قراءة آية، قدر كده. تمام. الله أكبر ويسكت. ونسكت ساكتة كويسة كده، وبعدين الله أكبر. وساكتة والله أكبر. فالأولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات إن شاء الله. إنما هي أنا أول مرة أعرف إنها بتتصلى في البيت بقى، دي معلومة لا كتير. يصليها الإنسان وحده يعني إذا ما كانش قادر، مش في كل الأوقات، يعني ما يستطيعش يذهب إلى الجامع أو لابنه مانع أو لظروفه لا تسمح أو كان مريضا يجوز أن يصليها وحده إن شاء الله. طيب وهي زي ما بنصلي السنن تماما تمام يعني. وتتصلى في وقت معين يا فضيلة الشيخ؟ في وقتها يعني ممكن تصلي من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعة 6:22 ما وقت صلاة العيد الضحى إن شاء الله، عيد الأضحية إن شاء الله، إلى آخر أيام التشريق يجوز أن نصلي العيد. كل يوم يتصلى يعني؟ لا مش كل يوم، أصلي اللي فاتته في الأول هي مرة تصلى مرة واحدة، هي مرة ممكن تصلي لغاية الظهر من الساعة 6:30 لغاية صلاة الظهر يجوز ليه يصلي صلاة العيد إن شاء الله. دي معلومة.